نريد حقوقنا، أبسط حقوقنا نريدها. يعني والله تعبنا، كلش تعبنا. سلامي على كل عدة ضمير، سلامي على كل عدة غيرة، سلامي على كل شريف. نريد أبسط حقوقنا نريدها. إحنا بلد الخير، بلد النفط، بلد العطاء. نريد حالنا حال الدول. يعني أنا هسه عمر 40 سنة تثبيت، ماكو. والله تعبنا، والله حيل حيل تعبنا. كل مسؤول وكل غيور وكل عدة غيرة يسمع صوتي يحقق أمنية وحدة للشعب العراقي أجمع، مو فقط أنا. التثبيت رجاءً، رجاءً نريد منكم التثبيت. اللي ما عنده بيت واللي قاعد بالإيجار واللي ما عنده راتب، يعني أكثريتها الناس قاعد تجدي، الناس قاعد يعني تمديتها. يعني تقبلون بنت الشعب، بنت العراق تمديتها؟ يعني وعمرها 40 سنة يمتى تقاعد؟ يمتى أشوف يعني حياتي مثل حالة حال الأمهات؟ سلام على كل شهم وكل غيور وكل عنده غيرة. أم عراقية الطالب بأبسط حقوقها، بأبسط حقوقها الطالب. والله بيت ما عدي. سلامي على رئيس الوزراء، على الأشياء السوداني. سلامي أرجو من عنده يسمع صوتي. أنا أم عراقية جاية مجرد بس أطالب عفواً بأبسط حقي. وبهذا عمري أنا منظفة خادمة عاملة، يعني مجرد هيك أنظف يعني بالمدرسة، خادمة خادمة لشعبي. ليش أبسط حقوقي ما تعطون لي اياها وتوفرون لي اياها؟ عيوني انتم. والسلام عليكم وشكرا. وهاي هي عيوني، حنان جبار، وشكرا عيوني. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي واسم كافة اخواني المحاضرين والإداريين، مثل ما اشوف اليوم احنا خارجين بتظاهرات واعتصامات اضراب عام من يوم امس مستمر لغاية الان، ويستمر لحين عقد جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء. واحنا بصراحة راح نستمر بهذا الاضراب والاعتصام والتظاهر امام مديريات التربية لحين تحقيق مطلبنا، وتحقيق مطلبنا من خلال التثبيت على الملاك الدائم. في حال عدم تحقيق مطلبنا الا وهو التثبيت على الملاك الدائم دون قيد او شرط، ستكون هناك تظاهرات واعتصامات واضراب عام لجميع محاضرين وإداري العراق أمام مديريات التربية. صراحة أن خطوات تصعيدية أمام مديريات التربية وأيضا أمام وزارة التربية، وكذلك أمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وحتى أمام مجلس النواب في حال عدم تحقيق مطلبنا اللي هو مطلب التثبيت وإضافتنا ضمن فقرة الموازنة، موازنة 23. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي واسم محاضري وإداري محافظة واسط، نطلب من سيادة رئيس الوزراء المحترم انصافنا. احكي لك اياها بالعامية، مال واحد تعبان. سيادة رئيس الوزراء تعبنا، ترى تعبنا وملينا. يعني انا محاضر 17، يعني عندنا عالم تريد تستقر، تريد تتزوج، عندنا المحتاج، المؤجرين، المعيشة، يعني تدري، والوضع الاقتصادي، الورق ب150,000، الناس تعبانة، تعبنا وملينا. شوف الكلمة شلون تطلع من القلب، تعبنا انصفنا. ترى 600,000 الكل محاضر واداري، ترى ما تكلف الدولة، وهاي ميزانية انفجارية، وهاي فرصتك وسوك انت مستلم الحكومة، حتى احنا شنو كل احنا نشد رايتنا وياك ونسندك وندعمك وندعم حكومتك. احنا مستمرين بالاضراب ومستمرين احنا لحين لحين انصافنا، وما نسكت عن حقنا. احنا لو نموت لو نعيش بكرامه.
أصحاب عوائل. والله البارحة صار علينا اعتداء من قبل القوات الأمنية، وعندنا موثقة بالصور وبالدليل القاطع، ومنظمة حقوق الإنسان جتي، وحتى الأمن الوطني الناس مشكورين اللي تدخلوا بهذا الشيء وضربونا، والصور يعني والدماء سالت البارحة كلها. نقول يعني لازم نطلع بنتيجة، يعني لازم نطلع بنتيجة. وارجع واقول لك ملينا، ترى مو المحاضر ينضرب، مو الأستاذ ينضرب، احنا دارسين وتعبانين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كاد المعلم ان يكون رسولا. انا لخرج دكتور وخرج ضابط وخرج قاضي وخرج معلم وخرج مدرس، ايش تاليتي انضرب قدام العالم؟ احنا نصنع الاجيال. شكرا لكم ولقناتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نحن محاضري واسط خرجنا أمس البارحة في تظاهرة من أجل التثبيت على الملاك، وإحنا بحاجة إلى هذا الموضوع طبعاً، والمدارس شاغرة طبعاً بدون المحاضرين، والمحاضر له الأولوية لأن أكثر الناس لها خدمة أكثر من 5 سنوات و6 سنوات، واللي متكلم أمامك هو صار له 7 سنوات بالخدمة المجانية، فهل من مجيب؟ ونناشد إحنا الحكومة المحلية ونناشد رئيس الوزراء ووزير التربية بإعطاء حقوقنا المشروعة بالتثبيت، وليس إلا في حال احنا طبعا احنا حاضرين الى مثلا تقول يعني تقول يا بامات ماكو تثبيت، احنا لا احنا نطلع من العمليه تربوي. انا احكي لك عن نفسي زين، لان انا قدمت بما صار 10 سنوات انا بالخدمه المجانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المواطن كرار بشير إبراهيم من أهالي الكوت. إحنا شريحة التربية محاضرين وإدارين، شريحة مظلومة طالعين على حقوقنا، نطالب بحقوقنا. البارحة تعودنا انضربنا الشغب، قام يضرب وقام ينتل. إحنا مطلبنا الأول والأخير يا محمد الشيعة السوداني، أتمنى رسالتي توصلك، نطالب تثبيتنا محاضرين وإدارين. شنو فرقنا عن البلدية والكهرباء والصحة؟ اثبتها، واحنا شريحة التربية شريحة مظلومة مهمشة، لا ثبتنا لا هاي. رحم الله والديك، جزاك الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المحاضر حسين حميد خليل. أنا أساند مطالب أخوتي المحاضرين والمحاضرات من أجل التثبيت.
لانه هاي الشريحه انظلمت، لان احنا من 2016 لغايه الان يعني راح ندخل بال 2023 صار لنا سنتين احنا نداوم مجاني، وبالتالي احنا نعلم يعني اطفالهم مجاني صار سنتين، واحنا نستاهل التثبيت لان احنا تعبنا وتخرجنا. هسه انا خريج من 2013، شنو ذنبي لغايه الان يعني طالع والبارحه الضرب يدق علي، البارحه الضرب يدق علي انا بالدونكيات، يعني مكان يعني مكان احنا منعلم اطفالهم بالمدارس وجاي ندرسهم وسنتين ندرس باطفالهم ونحافظ عليهم، يعني شنو من اجل احنا نرتقي بالنشاط التعليمي بالمستوى التعليمي؟ يعني هسه احنا صار لنا ضراب يومين المدارس فارغه، مدارس فارغه، يعني المدراء يقولون لان المحاضرين والمحاضرات ما موجودين بالمدارس، ما موجودين، لذلك يصير شلون تقول نقص بالماده التعليميه. وان شاء الله ندعمنا الله عز وجل ان ينظرونا بالروح الابويه. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العلي العظيم. اما بعد يا اخويا تشوف هاي الناس كلها اللي موجودين، ناس جاي تطالب بحقها من 2003 ولهاي ساعتك الحكومه اللي قدمتها شنو؟ ناس تعبت درست وتعبت، تريد الثمره شنو تجي تضربها يضربها الشغب مو؟ فانطالب من الحكومة اللي مسؤولة علينا هنا، لازم يوفرون فد شيء لهاي الناس، لأن الناس تفقد سيطرتها. تمام، ما أقول عليهم، بس حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. والله هي وزارة التربية لازم توفر فد عيشة كريمة لهاي الناس، تعبت تريد ثمرة تعبتها هاي السنين كلها اللي فاتت، وين الثمرة؟ يريد فد حصاد التعبهم. يعني الناس عبرت 35 أعمارهم، عبرت 40، يمتى يستقر بهذا البلد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحن محاضري وداري واسط اليوم الثاني على التوالي معتصمين واضراب شامل عن الدوام امام مديريه تربيه واسط، مطالبين الحكومه المركزيه والحكومه المحليه بانصاف هذه الشريحه المثقفه التي عانت ما عانت خلال السنوات السابقه بالتثبيت ضمن موازنه 2023 اسوه باقرانهم في الوزارات السابقه. وننتظر جلسه مجلس الوزراء اليوم قد ان شاء الله التي تنعقد من اجل انصاف المحاضرين والاداريين. لا تراجع، وسوف نعلن الخطوات التصعيديه يوم قد ان شاء الله من خلال نصب السرادق وحرق الاطارات وسد الطرق في حال لم يتم انصافنا ضمن الجلسه يوم قد الثلاثاء. يوم امس تم من خلال ردنا نصب السرادق امام المديريه، لكن قوات الشغب والفوج التكتيكي وحفظ النظام لن يقبلوا بذلك، وقاموا بالضرب والاعتداء على الكوادر التعليميه، ونحن لا نملك سوى الثوب التربوي، وخلونا يعني نزيف الدم وضرب المبرح وشغل النتالات والهاورات، وما خلونا نصب اي سرادق. Thank you.
احنا بالبدايه ثبتونا، يعني هم ما ثبتونا وانما خلونا كتعيين مجاني، ووراها ورا سنين يعني يلا خلونا عقد، ووراها يعني سوونا عقد، وراها لغوا عقدنا، وراها رجعوا العقد مالتنا، ونطالب احنا بتثبيتنا. عندنا محاضرين واداريين، عندنا مرشدين، ويعني الاختصاصات الانجليزي والعربي والرياضيات، واحنا اصلا بالمدارس احنا نحتاج هذا الاختصاص، يعني نحتاج لان كادر ما عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. اليوم الحشد التربوي، الفئة التربوية المحاضرين والإداريين خرجوا باعتصام مفتوح من أجل تثبيت هذه الشريحة التي تعد عماد للمجتمع وللوطن. المطالب واضحة جدا، بسيطة جدا، المبالغ المطلوبة كذلك بسيطة جدا. المحاضرين والإداريين في عموم العراق عددهم 250 ألف، هم الآن عقود على قرار 315، يحتاجون تخصيص مالي بسيط، هو 500 مليار من أصل موازنة انفجارية مقدارها 146 تريليون. هاي الشريحة اللي قدمت سنوات طويلة بالمجان، مع الأسف كنا نظن وعلى حسن ظن يعني بالحكومة أنه تثبت هاي الحكومة، تثبت هاي الشريحة، ضيف لهاي الشريحة التخصيص المالي الكافي من خلال قرار مجلس الوزراء. الثلاثاء الماضي اعتصمنا أمام مجلس الوزراء، كان اعتصام سلمي مفتوح، وقبلها أمام وزارة التربية. التعامل مع هذه الشريحة حقيقة تعامل صعب جدا، قمع بصورة مع الأسف أصورها بالبشعة. ضربنا أمام وزارة التربية، ضربنا أمام مجلس الوزراء، لم يتطرق السيد السوداني في جلسته لهذه الشريحة. لا نعلم سبب التنصل عن هذه الشريحة، خصوصا بأنهم مربي أجيال يفترشون الطريق ويفترشون الرصيف لسنوات عديدة. نتمنى إنهاء هذه المعاناة، إنهاء من كانوا وطن، إنهاء معاناة هذه الشريحة التي تتظاهر سلميا بالقلم. الحلول موجودة، الموازنة انفجارية، اعتصامنا مستمر لحين صدور قرار مجلس الوزراء في الجلسة يوم الثلاثاء. احذروا ثورة القلم، واحذروا هذه الشريحة وغضب هذه الشريحة. التعليم هو الأساس والركن الأساسي، فإن انهارت المنظومة الأساسية وانهارت الكوادر التربوية سينهار المجتمع، وبهذا سنعود إلى المربع الأول وهي شرارة لإزالة الفاسدين من عروشهم. أو صراحة اليوم خرجنا أهالي واسط، هذا اليوم الثاني على التوالي مؤازرة وإنصاف الثروة الوطنية وهي ثروة المدرس والمعلم، لأن تعتبر ثروة وطنية لا يمكن التجاهل بها، ولا تخص بس المحاضر أو المعلم أو المدرس هذه الحقوق، بل تخص جميع طوائف الشعب العراقي، لكون عندنا أبناء، والأبناء لولا المعلم والمدرس لا يتعلموا ولا يكون جيل واعي ومثقف. فخرجنا اليوم مؤازرة المدرس والمعلم لإدراجهم ضمن الموازنة 23 أسوة باقي الوزارات، لأنهم مضوا على قرار 315، وهذا قرار دستوريا قانونيا بحتا، ومن فقراته من أمضى خدمة سنتين له الحق التثبيت. فنحن لا نرضى لكوننا أهالي واسط أن يهمش المعلم والمدرس. نحن نريد جيل واعي، جيل مثقف
لان باكر لولا الجيل الواعي المثقف لا يكون هنالك بلدا مثقفا. وهذه المظاهره ليست مظاهره اعتبرها مظاهره عفويه، بل ولكن مظاهره مثقفه خرجت بطبقه من المعلم ومن المدرس المطالبه بحقه الدستوري القانوني على قرار 315. نطالب الحكومه المركزيه وهي حكومه المؤسسات كما يدعون ان تنصف المعلم والمدرس بحقوقه اسوة بباقي الوزارات، ولا نرضى باسمي وباسم اهالي واسط الاعتداء على اي معلم او اي مدرس لانه خرج بثقافة ويحمل وعي ثقافي وظاهري واقعي، وحق التظاهر حق دستوري. فاحنا باهالي واسط البارحة شفنا العملية ما رضينا عليها من قبل شريحة من القوات الأمنية، لكونه أنا ما طالب كرسي، طالع المعلم يطالبه بكرسي أو يطالبه بحقوقه، حقوقه الشرعية القانونية. فنطالب من الحكومة المركزية والحكومة المحلية، وطالب نقابة المعلمين لأنهم لإنصاف زملائهم من المدرس والمعلم، لأن هذا موقفا تاريخيا مشرف. وأنا رجل لست مدرسا، وأتشرف أن كنت مدرسا أو معلما، ولكن خرجت لتسجيل موقف للتاريخ لأن هذه بصمة مشرفة في التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد حالة الكثير من المعلمين من الملاك إلى التقاعد، هنا أصبحت المدارس شبه فارغة. لذا اليوم على التربية، وزارة التربية والحكومة ملزمة بتثبيت هؤلاء المحاضرين على الملاك الدائم ونشرهم في جميع المدارس، خصوصا في مناطق الريف باعتبار هذه المناطق النائية البعيدة بحاجة الماسة إلى جميع الاختصاصات من المحاضرين. لذا اليوم نحن كهيئات تربوية وكملاك خرجنا متضامنين مع إخوتنا المحاضرين للوقوف معهم ونؤيد على مطالبهم، ألا وهو التثبيت، وبالتالي هذا حقهم لأنهم درسوا وتخرجوا من أجل أن يكونوا على ملاك دائم لا محاضرين.